جابر اللاعب السابق لاسبيرونس اكيد على عديد المواضيع واهمها مقابله ذهاب نصف نهائي تشامبيونز ليغ الافريقيه اليوم الخامسه متاع العشيه بين لاسبيرونس والتي بي مازيمبي الكونغولي. لكن البدايه نحكيو على مسيرتك الكرويه بصفه عامه عربي، كيفاش تقيمها؟ والله المسيره كانت نعتبرها انا باهيه وناجحه. بيان سور كنت نجم نعمل مخير من هكا برشا، مي بون ديما ذاك اللاعب اللي يطمح ويحب ديما يقول لك ماذا بيا مخير. توجت بريسك اي فريق لعبت فيه معناها هزت فيه الالقاب، كسوا لاسبيرونس كسوا سي ابي كسوا الاتحاد الليبي في لي جون، زاده في لي جون عندي بريسك ما عرفتش 15 لقب، وفي السينيور عندي 12 معناها تيتر ما شاء الله. اهمهم شنو؟ نقولوا اهمهم شامبيون تونيزي، بطوله العربيه، دومي فينا كوب دافريك برشا مرات عملناه هذاك، كاس تونس، سوبر كوب، لوناف زاده هز لوناف، دونك بقى كان شامبيونز ليغ ظهر لي ما فيو تعرف الوقت هذاك ما كانتش فما وقت مع ليسبيرونس ما كانش عندنا معنا ايكيب مع عكس برشا وقت كيما توا وعكس كيما قلت ديما نوصلوا وبعديك ما نترشحوش. مي بون كيما قلت لك مسيره نعتبرها انا باهيه والحمد لله، وبريسك عندي 320 ماتش ولا كان مش اكثر. ديما اللاعب يقول ماذا بينا عم خير، انا كعليش قلت لك كنت نجم كامل خير بورتو كملت صغير يعني كملت 30 طون جوستومون 31 ولا 30 كملت تو انت 35 هكا 34 انا كملت 30 طون وتو عمري 33 على خاطر جاتني ارتروز في يعني في الفي سي ام تي اي، وتعرف طبيب قال لي يعني كون بون على راحتك، قال لي ساقيك ما عادش تحمل برشا شارج وما عادش تحمل برشا تعب، دونك قال لي عندك انت يعني شويه تحب تكمل ما تفرسيش على روحك يعني ما عادش تكمل بريتم اللي كنت عليه قبل، دونك انا وليت خيرت يعني قلت الحمد لله بعد المسيره هذه كل وتوجت بها مع الالقاب. وقت عملنا بريود يعني خايبه مع ملعب التونسي والظروف ما كانتش تسمح لي باش نكمل، حتى الاجواء يعني ما كانتش تشجع، تعرف تنجم تكون مصاب والاجواء باهيه في العام اللي تحت فيه استاد هذا هكا بالضبط اكزاكتومون. كملتوا العام ولا لا؟ انا وقتها خلطت على ستشهور يعني في جان في من حتى لجوان، وقتها جيت من عمان والجو ما كانش باهي ومعناها والبريباراسيون خلطت فيها مؤخر، لعبت حتى ثلاثه ماتشات هكا هو ولا اربع ماتشات وبعديك صارت مشكله وما كملتش لعبت معاهم حتى للاخر، دونك كانش قلت لك الاجواء ما كانتش باهيه ما كانتش تشجع باش واحد يكملوا باش حتى واحد حتى لون في بيجيك باش تقول ليه فرصي على ساقي ونكمل عام اخر، دونك انا وليت رغم اني مازال عندك عام في الكونترا قلت قبلك صحيح مازال عندي عام في الكونترا، تفهمت مع الستاد قلت لهم راه هكا وهكا ورجعت لهم فلوسهم وقلت لهم يعني الله غالب وهذاك مكتوب والاجواء ما عادش تسمح، وحتى يعني نفسيا وبدنيا وليت قلت سايب عليا خلي واحد يكمل لك يعني. ما كنتش تنجم تشوف جمعيه اخرى مثلا؟ لا انا ما حب سي انا خذيت ديسيزيون تعبت نفحه وتعرف كيف ولا شنو بالضبط؟ شوف تخلط سرطان نيفو معناها تهز برشا تيتروات وتشوف برشا لاعب وتلعب برشا لو نيفو وبعديك يعني كي تصير لك بليسور هكاك تقول الطبيب يقول لك لازمك تبطل يعني الكوره بون ما مش تبطل يعني تنجم تكور اما مش مش بالنيفو اللي تحب عليه انت مش بالريتم تحب عليه انت، دونك ومع الاجواء في الستاد وقتها ما طحنا لدو ومازال عام يعني مع الستاد في الدو الاجواء ما تشجعش، قلت لهم يعني خلينا ما حبيش تلعب في الدو بيان سور ما حبيش نلعب في الدو، قلت لهم يعني خلينا نتفرغ بالمعروف اون بليس انا يعني حتى سيقي ما تسمح لي باش نكور ويعني كانت هكاك وفات في لحظه يعني كاول غالب. مسيرتك مع منتخبات الشوبين كانت اكبر مسيره مع المنتخب الاول، ما عندكش برشا مقابلات مع المنتخب الاول، ما نعرفش عندك هكا مقابلات ولا عندي ما يجيش غلط صحيح وقتها مع بريود رجل لومير وي في لي جون كنت برشا نمشي لكيما سونال وكنت كابيتان يعني حتى ليكيب اولمبيك ومن بعد كي طلع سينيور انا اون 2005 اون 2006 وقتها المنتخب كان صعيب شويه بصراحه مع روجي لومير وتعرف الجينيراسيون كان يحضروا فيها نتاع 2004 يحضروا فيها من 2003 ولا 2002 وحتى كي مش عيطوا معناها واحد من تونس ولا اثنين صعيبه برشا معناها تسمى نقولوا احنا بوك باي باش تمشي تلعب مع روجي لومير من تونس وشوف حتى يعني في الـ في الـ في الهيستوريك ما كانش برشا ملاعبية يعيطوا له من تونس صحيح دونك البريود اللي عيط لي فيها رجل لومير وقتها من 2006 حتى 2007 وكان يعيط زوز ولا ثلاثه من تونس انا وشيخاوي وبتيتا هكا كمال زعيم ولا كابتن وكعبه يعني عرفت كانت مختاره مش كما تو يعني اي لاعب ينجم يبرز يعمل ثلاث اربع ماتشات باب مفتوح فهمت دونك كانت صعيبه شويه وزيد
بتتر اللي في اللاكس وقتها كانوا يلعبوا كريم حقي رديج عادي وبدر علي الدين يحيى السعيدي زاد بدر وقتها زاد كمل السعيدي دونك يجوا ما يسمون برا فهمت ديما الباب لي بوست هذوك كانوا معبيين وقتها بليزاكسيو يلعبوا برا وكانوا يعني تيتولير يعني في المنتخب دونك البلاصه كانت صعيبه شويه صحيح كانت البلاصه صعيبه شويه وقتها لعبتي بس جماعات كبار الاسبيرونس السي ا بي الاتحاد الليبي كيف كيف انهي الفتره تعتبرها احسن فتره في مسيرتك الكرويه والله يا ليل بالنسبه لاحسن فتره كانت بيسور هذيك ديما مع الترجي هذي التونسي خاطر تعرف ديما الانتصارات و امانه احسن فتره ليا كانت بصراحه انا نعتبرها العامين ونص اللي عملناهم في السي ا بي على خاطر وقتها قعدنا يعني كلاسي برومي حتى الاخر بون حتى الثلاث اخر جولات الاخرانيين وتعرف الافكتيف موش معناها افكتيف صغيرة على الاخر كما تقف الاسبيرونس ولا الكلوب ولا لكن جمعيه ولا محترمه كان فيها لكن عندنا جمعيه محترمه معناها محترمه برشا وحتى الامكانيات ما كانتش امكانيات كبيره يعني فهمت نلقاو روحنا يعني كلاسي برومي ونربحوا في الناس كل ربحنا الاسبيرونس ربحنا ليتوال ربحنا سياسيس امريكان زاري فريق جون دونك اللي جاي بنزارت ربحين وخرجنا برا ربحين وعملنا عام يعني ما شاء الله طياره ضيعنا اللقب في الاخر والعام الثاني كيف كيف مع منظر الكبير كملنا نفس الريتم وترشحنا في ليبول تاع كوب دو كاف وعملنا دومي فينال مع سي اس اس وخرجنا وقتها لعبنا ماتش رتور في المنزه وهزينا تيتر وعملنا فينال كوب تونيزي مع سيد منظر الكبير وهزيناه وقتها كونتر المرسى في ملعب شيل زويتن دونك وقتها الاجواء طيبه وبصراحه فريق ممتاز وقل ضغط من ناحيه هذيك انا قلت لك الاجواء كانت طايره برشا في السيابيه وقتها ما حسب رايي انا هذيك من احسن فترات اللي عشتها في الكوره كيف كيف الثورة الليبية ظهر لي قضرتك شوية انت كنت عامل باركور باهي في الاتحاد الليبي هكا ولا ظهر لي بعد ثورة الريفوليسيون ظهر لي رجعت هكا ولا صحيح وقتها مشيت من الاسبيرونس الليبيا عمري 24 وقتها سيد فوزي مزارتي طلب مني باش يعني قال لي فريق الاتحاد الليبي فريق ممتاز فريق كبير معناها ننصحك تمشي تلعب غاديكا ومعناها هما كلموهم وقتها قالوا لهم حاجتي مدافع قال لهم انا نبعث لكم عربي جابر دونك مشيت الاتحاد الليبي عملت فتره ممتازه جدا عملت عامين غاديكا فبصراحة فريق كبير ما يقلش إمكانيات على الترجي التونسي من كل شيء من اللي تحب انتي من جمهور من استاد من ملاعب بنية تحتية من الفلوس تفاجأت أنا بيدي غادي هزيت معهم شامبيونا وكوب وهزينا وعملنا زاد كيف دومي فينال كوب دو كاف وقتها وخرجنا وهزيت معهم سوبر كوب مع الاتحاد الليبي وبعد جت الثوره دونك الملعبيه كلها روحت وما كملناش من وقتها يعني رجعت لتونس وقعدت كره في ليبيا كيما توا تيقف وترجع تيقف وترجع تيقف وترجع ما اشتجع ما رحتش لتونس بعدين مشيت عملت تيست مع الزمالك هكا صحيح بعد فتره هذيك قعدت وقتها انا روحت في الشتاء من جانفي حتى للصيف دونك قعدت نترينا وحدي ولوج على جمعيه جاتني يعني باش نمشي نشوف مع الزمالك هذيك تعرف اللاعب ديما كيبدا يكون اون موك دو كومبيتيسيون ومرتاح ديما يمشي غاديك يعمل حصتين ولا ثلاثه معاهم مشيت غاديك وتفهم من المدير الفني حسام حسن وتفهمنا على العقد وكل شيء لكن في الفتره هذيك زمالك امور سبب عملوا ثلاثه مباريات او الاربع مباريات هي في الدوري يعني تعب شويه وزاد حسام حسن عمل ثلاثه اربع مباريات خسائر كلهم دونك تمت الاقاله نتاعو وجابوا هو حب عليك حسام حسن اي تفهمنا على عقد وكنا باش نصحوا وقتها وباش نبدا معاهم بريباراسيون مصيف لكن تمت الاقاله نتاعو لسوء النتائج وجابوا حسن شحاته اللي هو يعني المدير الفني غادي معروف في زمالك وتعرف كل مدرب حساباته حسين شحاته قال انا من يعني ديما قال انا في الشوا نتاعي في التدريب نتاعي ما نستحقش مدافعين اجانب ديما نعول على المدافعين المصارى واجنبي دونك تخيروا كصانع العاب كمهاجم ك يعني بوست نقولوا احنا يستحقوا اكثر وما كانش يعني تفاهم ولا غالب ما كتبش مكتوب ولا باهي ظهر لي تو كملت الكره بديت مسيره جديده كمدرب عملت تجربه هكا اولى ظهر لي في الكلام صحيح دوما كملت الكره ما قعدتش واقف مشيت عديت الكافسي قعدت على الدفاع عام ونص واللي هي نقولوا درجه اولى تخولك باش تدرب في الاقسام الثالثه ولا مستوى شبان عملت فورماسيون يعني في اكاديميه اللي هي هنيمه كبيره معناها فيها اخصائيين كبار برشا عملت معهم عامين فهمت معناها تدريب فهمت معناها يعني صغار
فهمت معناها بديت بالباز يعني بديت مع لي جون فهمت معناها يعني تدريب وبرشا حاجات بصراحة ما كانش واحد يعرفها خاطر مش كيما اللاعب مش كيما تدرب. ومن بعد العاملين بعده كانت التجربة اللي هي سنة مع نادي أولمبي بكرم تجربة كان نعتبرها ناجحة باهية خليت الفريق يعني متكلاسي الثاني تعرف في الأقسام هذيك ديما برشا مشاكل وبرشا يعني مشاكل مع الملاعبية ما عندهمش فلوس مشاكل مع النادي وفي وقتها صارت المشكلة كان الناس كل تفكرها وقت فتح العيون رأس بلدية فكلهم الملعب وماش عندهم ترنيه وقعدنا جمعة ترنيه في مرسى جمعة في كارتاج ومطيشين نقولوا وإحنا وتعرف الأجواء تبدأ هكا تولي معش تساعد سرتو أنا في حومتي غادي نسمى في الكرام فهمت ولينا خيارنا باش نبعد وشافهم مدرب على رواحهم أما نعتبرها تجربة باهية فادتني برشا عرفت معنا إكيب سينيور شنو الضغوطات تاع ملاعب شنو التدريب شنو يعني العامل النفسي شنو كيفاش تحكي مع الملاعبية بصراحة تجربة نعتبرها باهية برشا رغم مشاكلها هذيك أهم حاجة كيف تعيش المشاكل كمدرب وكيفاش تحلها كيفاش كل لاعب يجيك عنده برشا مشاكل وكيفاش تحلهم له نعتبرها باهية ممتازة في المستقبل فما حاجة قريب إن شاء الله ولا مازال شوية والله بول دو مولي تعرف ديما فان سيزون كل شيء صعيب يبدا فما ديزيكيب يلعبوا على طلوع ثم لي زونطونيور نتاعهم دونك تلقاهم اوتوماتيكمون تلقاهم شادين فيهم لي زيكيب يلعبوا على طيوح تعرف انا بيدي كان جيني كيب تلعب على طيوح تو ما يمشيش خاطر ريسك معناها كاول تجربه باش تمشي كيب تلعب على طيوح و دونك اخر العام ديما تلقاها اللي عنده انترنور يبدا شدد فيه ونطندون ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله بالضبط بالتوفيق ليك ان شاء الله عربي جايب احنا نبداو نحكيو على مقابله اياب نصف نهائي تشامبيونز ليغ بين ليسبيرونس وتي بي مازيمبي الكونغولي مجدي تراوي كان عمد نادو الصحفي يحكي في على المقابله نسمعوا اهم ما قالوا في الندوه هذه مباراة الحجم الكبير تعرف اللي مازمبي والترجي جوج فرق متعودين بالتشامبيونز ليغ عندهم خبرة كبيرة في التشامبيونز ليغ فريق فاز بخمسة بطولات ونحن فازين بثلاثة بطولات ظهر لي فريق معناها كان أحسن عنده أحسن خط هجوم في 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 دوري مجموعات كيف برمي معناها لي مير ديفونس اللي موجودة في المجموعات فريق اللي يلزمنا معناها إن شاء الله باش يتلعب بالكاليفيكاسيون على دو ماتش هنا قمام الجماهير نتاعنا إن شاء الله لو سيناريو ديال ان شاء الله نسجلوا اهداف ونحاولوا ما نقبلوش حتى هدف باش نجموا نسهلوا مباراه العوده وان شاء الله ما نعانا الحظوظ نتاعنا ويفرنا نلعبوا على حقيقه امكانياتنا امام جمهورنا في الملعب نتاعنا ان شاء الله نفوزوا بالمباراه كما قلت لكم نحافظوا ان شاء الله على اللقب اللي تحصلنا عليه السنه الفارطه دونك هذا كان كيفاش يشوف مجدي تراوي المقابله كيفاش يشوف العربي جابر المقابله سؤال في العام قبل ما نبداو ندخلوا في التفاصيل والحاجات الخاصه مباراه صعيبه مباراه نصف نهائي سيتواسيون يعني مبدلة على الاسبيرانس اللي بتلعب لالي في تونس ورطور برا دونك مش كيما تعودنا ديما لالي يكون برا ورطور في تونس وحسابات اخرى ماتش صعيب على مستوى الذهني يعني بذيه في العموم يزمك مركي وما يزمكش تقبل ديما عندك حاشي مركز عليهم في الملعب مباراة صعيبة ترجي يزمو يقتل مباراة من تونس باش يمشي غاديكا يعني يكون مرتاح وفافوري وما يخلي حتى امل المازنبي اللي تعرف غاديكا في بلاده ديما يصعب ودونك الماتش في العموم باش يكون مش سهل ورزين نقولوا احنا بلغة الكرة باه جريدي اليعقوبي شمي من بدري غيابات هل تنجم تأثر على الاسبيرانس ولا لا الجواب على لسان مجدي تراوي صحيح يعني عندنا أربع غيابات ولكن اليوم خلطنا بأربع غيابات وكنا نجم نخلطوا حتى بكثر لكن الحمد لله معناها ونا سوجيري معناها الافكتيف نتاعنا كيف عمل كبير من الاطار الطبي باش نخليو لاعبيتنا في صحه جيده خلطنا باربع عناصر ولكن اللي موجود باش يكون موجود ان شاء الله في المباراه هذه معناها تعرف اليوم انا نلعبوا دومي فينال تشامبيونز ليغ ما فماش اسامي اكثر منها معناها فاعليه سور تيران والناس اللي تعطي والناس اللي ما تبخلش معناها على المريول دونك وتطبق معناها اللي خدمناه الكل دونك ان شاء الله ربي معنا واللي يكون حاضر يعطي معناها 100% باش نجمو نتعداو ان شاء الله بون قلت تمام قبيليك تمام باش يكون اساسي في المقابله رجع وقع تاهيله خصوصا المقابله هذه به عربي كيفاش تشوف قيد الغيابات خصوصا لاعبين مهمين كيما جريدي وانيس البدري والله اي لاعب في الترجي التونسي مهم كسوا يعني يلعب تيولير ولا حتى على البنك واي غياب ينقول احنا مؤثر بصراحه سيتو في لي مومون ذوما مومون صعاب الترجي محتاج الناس الكل لكن انا كانت يعني محادثه مع صبري البوزيزي اللي هو معد البدني
قال يعني ملعبية فمعنا كما شمام واليعقوبي معنا عرضمة إطار فني بتات البدري زدقالي معهم وقتها أنا مدام حكيت التعليح نعطيك تشكيلة رسمية اللي هبطت طوها في موقع الاسبيرانس معز بن شريفية محمد أمين المسكيني أيمن بن محمد شمس الدين الذوادي خليل شمام موجود أساس كما قلت فرانكوم فوسيني كوليبالي غالين الشعلالي حمد ولهوني يوسف البلالي وطه ياسين الخنيسي كالعادة موجودة قلب الهجوم به مساجخ أعطيني التشكيلة كيفاش تشوفها عربي والله تشكيلة نتصورها 80% منها المثالية جدهم المسكين اللي بشلعب عالمين ذوادي وبن محمد ذوادي وخليل شمام في المحور بشكون معهم بن محمد على اليسار هذه يعني تركيبة اللي نقوله 80% ديما كانت موجودة يعني على تيرة الموسم جدهم كوليبالي وفرانكوم اللي ملعبية معنا يعملوك برشا كيليبر في الملعب ويعطيوك برشا حلول على مستوى ريكوبيراسيون تاع الكرة على مستوى افتكاك على مستوى يعني القوة في وسط الميدان قدامهم قلت لي غالين شعلالي كيف كيف غياب سعد بقير اليوم يوري المعين زاد محتاج شوية من فريق مازنبي وعنده الحق يعني مزموش خاطر مع ماتش تعب هنا في تونس وماتش تعب البرة كيف كيف جدهم الحمد الهوني ويوسف البليلي وطه ياسين الخنيسي ليكيب تيولير يعني لو كنت انت موجود اليوم مدرب الرجي كنت تستعمل تشكيله هذه وتكون فما شويه تغييرات لا تغيير بتاتر يمكن وتعرف الاطار الفني هو ديما اقرب المجموعه ويعرف يعني شنو الاخصائيات غاديك اللي يحتاجها في الملعب بتات التغيير يكون بين سعد بقير وغيلان شعلالي خاطر سعد بقير في تونس ديما يعطيك برشا حلول رغم اللي غالين قاعد تعدى بريود بيها برشا من يرجع قاعد يقدم في اضافه كبيره للاسبيرونس وي اما شفنا كيلعب غيلان وكوكوم قدامهم سعد بقير امام قسنطينه في رادس شفنا يعني الشوط الاول كيفاش تعدى والتحكم في الكره كيفاش كان والخروج في الكره كيفاش كانت وبروغريسيون يعني في لافون يعني كانت كبيره برشا وداير سعد بقير اشاك فوا متسحق الاسبيرونس في لي مومون هذوما تلقاه معناها ملاعبي يعطيك برشا حلول في الملعب عكس غيلان غيلان كي تلعبوا في البوست هذاك يمكن نعرف انا معين يطلب منهم انا اكثر دور دفاعي وساسوفوا يعني تو من الماتش هذاك تلعب غيلان تبدا عندك كره مو سعد بقير باش عندك برشا حلول قدام انت كيفاش تشوف التمركز نتاع الثلاثه نتاع وسط الميدان هذا تشوف انت معناتها غيلان بلاصه سعد بقير ديس ولا تشوف كوم ولا كولي واحد منهم اكسيال وزوز واحد على اليمين وعلى اليسار كيفاش تشوف التمركز نتاعهم باش يكون في المقابله بون كنا عندنا كرة بسرقة ديما يعني بسرقة ديما فرانكوم في السنتينيل وكوليبالي دروات وغيلان ديما أغوش أي معناها غيلان مش ديس معناها مش بلاصة سعد بقير لا مش ديس أما 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 يا دي فوا تبدا كرة على 12 متر دونك تلقاها أوتوماتيكمون ديما يميل للوسط معناها وتلقى ديما كوليبالي وكوم يقوموا بالتغطية خاطر ماكش تفتح مع مازنبي ماكش تحل اللعب يعني بنسبة 100% مازنبي ماهيش قسنطينة اليوم مازنبي ماهيش زاد بلاتينيوم ولا حورية دونك باش تفتح مع اللعب وشفنا الطريقة هذه يلعب بها ضد اورلاندو معين شعبان في 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 في, في دوري مجموعات كانت لعب غيلان وكوم وكوليبالي وكانت بصراحة نتيجة باهية وفريق معنا قدم مستوى ممتاز مع فريق يعرف يكور كورة دونك انا نشوفها مازنبي تشبه برشا لاورلاندو خاطر فريق سريع فريق يعرف يخرج كورة فريق قوي بدنيا نتصور معين لما تكون عند مازنبي محتاج اكثر الغيلان شعليني اكثر منه سعد بقير برشا يقولوا ثنائي كوم وكوليبالي ما ينجموش يكونوا يلعبوا ببعضهم برشا ياثروا على بناء الهجوم ديال سبيرونس تشاطر الحكايه هذه ولا لا؟ والله خاطر عندهم نفس الخاصيات قوه بدنيه علاش سامحني في كلمه المدرب اللي عنده كوم وكوليبالي وما يلعبهمش زوز عندي انا مهبول يعني بصراحه سي با نورمال يعني فريق ناجح بالصفه هذه وفي دوري مجموعات حتى هزيمه معناها وبقي كلها انتصارات ويمتلك معناها من احسن الخط الهجوم احسن خط من احسن خطوط الدفاع يعني توا دونك الفريق ركز مليح الفريق وسط الميدان نتاعو قوي تجي انت تدخل معناها ما تنجمش تلعب كومو كوليبالي على خاطر زوزي فوكو في الكره تي احنا محتاجين كره تي هو فما يقول لك فما قانون تحب تسجل لازمك تدافع باش تدافع انت الكره هذيك كيف باش تجيك لازمك تفكها دونك اوتوماتيكمون لازم لعبيه تعرف تفك الكره وتعرف تلعب وابريتو كوم نشوفوا فيه يعني ديما يعطي لي باس ديسيزيف ويطلع ويعمل لي سونتر فما دي ماتش في الشامبيونان عطاه برشا بونتويات وقاعد يسجل دونك المطلوب من فرانكوم مع النزعه الدفاعيه النزعه الهجوميه اللي هي عنده بصراحه
كيف كيف كوليبالي يعني ملاعب يعرف يتحكم في اللعبه, يعرف يريد اللعبه, يعرف يكلمي, ومع ذلك كل عندهم برشا اكسبيرينس من لعبه هذوما. انا ما تنجمش تستغنى عليهم صراحه, ما ينجمش يكون مثلا غايدين بلاصه واحد منهم, خاطر غايدين عنده هكا نزعه, عنده زوز نجم نقولوا يدافع ويبني الهجمه زاد. لا بيان سور نجم موجود سعد بقير ما يكون زاد. شو هما الحلول, الحلول كلها تصير. تنجم تلعب كومو غايلان, تنجم تلعب كومو غايلان ومعهم سعد بقير, تنجم تلعب غايلان وكوليبالي معهم سعد بقير, معناها الحلول موجوده. لكن فما خاصيات يعني عند ملاعبي غايلان ما نجمش يفك لك كيما فرانكوم, معناها وكيما كوليبالي, معناها تنجم تلعب قدامهم الزوز وفي نزعه دفاعيه تلقاه يعني يعاونك برشا, يعاونك اكثر من سعد بقير. معنا فهم برشا حسابات لما معين يحب ينتصر ويحب وما يحبش يعني يدافع برشا, يلعب وقتها كوليبالي مع غايلان مع سعد بقير كيما مع قسنطينة. خاطر قسنطينة بصراحه الدفاع نتاعها شوف راه المدرب يفهم, راه يفهم المنافس اليوم لازم ينتصر ولا بيان سور لازم ينتصر اليوم ولازم يحافظ على لازم يصنع اللعب في تونس زاد بالضبط, لازم ينتصر ولازم يحافظ على شباكه, معناها ما تسجلش اهداف, ويلزم معناها يبدع ويقنع, خاطر تعرف بطل افريقيا لو ماكش باش تحافظ على اللقب بتاعك لازم تكون حاضر والافضل على جميع المستويات, دفاعين ومعناها خط وسط الميدان, خط الهجوم, وهذاك المطلوب اليوم. نتصور التركيبه معناها المثاليه خط وسط الميدان يعني من كومو كوليبالي وغايلان يعطيوك برشا حلول قدام وبرشا حلول التالي. مازلنا باش نحكيو على مقابله الاسبيرونس والتي بي مازن بي, بدينا بخط وسط الميدان, كنا باش نحكيو بنمشيو بالتدرج على الكارديان وبعد الديفونس وبعد الهجوم, بدينا بوسط الميدان, بعد شويه نحكيو على بقيه لي كومبارتيمون تاع تشكيله الاسبيرونس مع اللاعب السابق الترجي عربي جابر. لكن توا نخليكم على الاخبار وبعد راجعين حتى الخمسه نتاع العشيه في زون ميكس 7 sur 7. عودة على أحداث الأسبوع كل نهار أحد من 10 إلى 11 متاع الصباح على إكسبريس أف أم. حمادي جبالي رئيس الحكومة الأسبق ذي في نهار الأحد 28 أبريل 2019 في برنامج 7 sur 7. 7 sur 7 مع نشأة عزوز.